من فين صافية؟ واقفة على العربية. خير؟ جابتش ليه هي الطلب؟ لا ما بقتش تنزل طلبات لحد. في حاجة؟ أنا مش حد يا خفيف، أنا وردة. وأنا بليغ حمدي. إيه يا عم وأنا طلبت أتعرف؟ أنا كبير الموقف ده ودم خفيف. إيه ما سمعتش عني؟ ولا شميت. طب ليه مياد الحاجة دي؟ وقول لي صافية وردة ما بعرفش ياكل الفول غير من إيديك الحلوين. يبقى سائلك صبتين حلوين في كوبايه شاي من ايد عم باريزك.